على بركة الله اندفاع لأفراس الثلاث سنوات المبتدئة متنافسة على مسافة 1600 متر مسافة الميل وجازت 19000 ريال. الانطلاقة متابعينا تبدأ من الكحيلة في المركز الأول لفهد ضد العتيبي وبشعر فهد ضد العتيبي وأيضا إلى جواره مباشرة سبيد كود بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز. ومن الخارج أيضا لدينا متابعينا الكرام دورة في المسار الخارجي. إذن لدينا متابعينا وهبة من بريطانيا في المركز الخامس. هنا نتابع سبيد كود ابنة هونر كود تتقدم للمركز الأول الأعلى تصنيفا من بين هذه الأسماء تتقدم للمركز الأول. الاقتراب وتجاوز علامة 600 متر لا زالت سبيد كود تتقدم هذه الأسماء المتابعة. هنا تتابعها سلايل في المركز الثاني تأتي من المسار الخارجي. سلايل تتقدم الآن وبقوة سلايل للمركز الأول بشعار فيصل محمد الجضعي. ما شاء الله تبارك الله على هكذا حضور وهكذا انتظار وهكذا انقضاض في 400 متر الأخيرة. سلايل ما شاء الله تبارك الله بعدد كبير من الأطوال تتقدم بعدد كبير من الأطوال تنتصر سلايل ابنة أمريكان فريدوم بشعار فيصل بن محمد الجضعي وتدريبات ممدوح العلي وقيادة نايف العنزي. ما شاء الله تبارك الله على هكذا حضور.